زي ما قلنا لحضراتكم بنأكد عليكم دايما احنا دايما هنكون في متابعة مستمرة لجلسات الحوار الوطني. فعاليات مهمة جدا شهدتها جلسات الحوار الوطني او الجلسة الافتتاحية تحديدا لهذا الحوار بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع المدني والشخصيات العامة، كل دليل التوافق على اهم القضايا اللي هي مرتبطة بمصلحة الوطن ومصلحة المواطن. صحيح يا شاذلي، اعتقد كمان انه في اهتمام كبير جدا بالمحور المجتمعي وطرح الافكار والرؤى الخاصه بقضايا التعليم، الصحه، الثقافه والشباب، ملفات كتير جدا محتاجين نتكلم عليها مع الاستاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل. صباح الخير لحضرتك يا فندم، منورنا. صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا استاذ ناجي. صباح الخير يا استاذ. طيب استاذ ناجي، طبعا من المعروف ان جلسات الحوار الوطني مهتمة بكل التفاصيل، بكل ما يخص الوطن وكل ما يخص المواطن، وزي ما شفنا تساؤلات المواطنين أخذت في الاعتبار، اقتراحاتهم، كل ده عامل حالة في الشارع المصري، وحالة كمان ده بينعكس بكل تأكيد على القائمين على الحوار الوطني. هي حالة غير مسبوقة. يعني أنا حضرت حوارات من 82 حتى 2007. كان أول حوار ده علي الرئيس مبارك 82، واخر حوار كان في مجلس الشورى برئيس السيد صفوي الشريف رحمه الله سنه 2007. كانت الحوارات حول موضوع واحد، وممكن تقول لها حوارات اليوم الواحد. انما هذا الحوار قعد جلسات تحضيريه لبناء الثقه بين المتحاورين سنه كامله. وكانت بناء الثقه كان مهم جدا، لان كان في توجس وكان في شكوك من الطرفين. فاستطاع السيد ديار اشوان ان هو من خلال سنه، وبرغم ان سنه طويله، لما ما ضغطش هباء، لان الجلسه الافتتاحيه للحوار كانت اقصى من رائعه. يعني كانت مش جلسه افتتاحيه، كانت احتفاليه بنقدمها للعالم، على ان الجماعه المصريه موجوده اهي. الجماعه المصريه بكل ثراها، بكل تنوعها، بكل اطيافها الفكريه، بكل اختلافاتها، موجوده النهارده علشان تفكر في حاضر ومستقبل البلاد. ده كان انجاز جيد. ثم كان الانجاز الاخر عن غيره، بقول لك حاله غير مسبوقه عن الحوارات السابقه، ان هو محاور ثلاثه، سياسيه واقتصاديه واجتماعيه، ودي كل محاور الحياه العامه في مصر. والمحاور السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه اتقسموا سياسيه خمس لجان، الاقتصاديه 8 لجان، الاجتماعيه 6 لجان، 19 لجنه. عشان نلاقي نفسهم اتفرعوا الى 113 قضيه. لو انت قعدت، انا كده كرئيس حزب، انا بعمل في العمل السياسي من سنه 1979، لو قعدت افكر هل في قضيه من القضايا لم تطرح في هذه المحاور؟ لا. انا شخصيا كحزب الجيل انا عملت برنامج جديد النهارده في هذا الحوار. انا برنامجي طلع سنه 2000، برنامج نظري عملته حسب قانون الاحزاب ما بيقول. التجديد الفعلي للبرنامج هو في السنه دي، لان مطلوب مني بقى اناقش 113 قضيه من خلال قضيه حزب فنيه وسياسيه، واقدم رؤى قابله للحلول. بقيت عملت برنامج عملي جديد لحزب الجيل، وقدمته للمنسق العام والاداره الفنيه ومتمثله في المستشار محمود الشريف، وجددناها بقى. هنا نجددها ليه؟ لان عملنا التيار الاصلاحي الحر في اربع احزاب معايا، كل حزب من الاحزاب الاربعه عمل برضه رؤاه، وقعدنا بقى عشان نتوافق على رؤيه موحده نقدمها شوف بقى، عندها جديدة الأحزاب كلها. يعني دي مش هي بس مش حوراتني، ده حالة بعث جديد للحي الحزبية المصرية. صحيح. اللي استغلها الأحزاب، اللي استغلوا هذه الفرصة ولموا كوادرهم، وخاصة كوادرهم العلمية. وانت عارف ان كل الأحزاب لها كوادر في قلب الدولة، كوادرهم العلمية في قلب الدولة جم بكل معلوماتهم اللي عندهم، وعملنا دراسات جديدة. ثم عدنا بقى نعمل ورش عمل، وكأن احنا بنضربهم كمان، يعني بقى تأهيل للكوادر الحزبيه ايضا. فهي حاله غير مسبوقه. وانا اعتقد ان الجلسه الافتتاحيه الاولى بما حدث بيها من تساؤلات السيد عمرو موسى، باللي طرحه الدكتور حسام بدراوي، حتى باللي طرحه المهندس فريد زهران لما كان هي غصب عني، باللي احنا طرحناه احنا في الجلسه الختاميه، يقول لك ان ده يبقى مسار الحوار، ان الكل يبدي رايه حتى لو تعارض مع بعض، ولكن المصلحه العامه الهدف الاول. لازم يكون في اختلافات. صحيح. الهدف الاول الاسمى هو مصلحه الوطن، ونقدم مخرجات قابله للتنفيذ، سواء كانت بقى مخرجات تبقى قرارات تنفيذيه او قرارات او تعديلات تشريعيه. ورساله الرئيس في الجلسه الافتتاحيه كانت شديده الاهميه، لان الرئيس حطنا قدام مسؤوليتنا لما قال اقتحموا المشاكل.
معاك تحمل مشاكل احنا مش ان مش ان مش نهزر مش مش يبقى عند واحد يعني ما فيش كلام ما فيش خطوط حمراء ما فيش كلام مبسوط عنه ده قالك الرئيس نفسه قالك تحمل مشاكل وبقى في خلاف بينكم بس من لا تختلفوا ده كانت وصيه الرئيس في كلماته المحدوده القويه في الجلسه الافتتاحيه انا عايز اقول لحضرتك إن, ان 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 الجلسه الافتتاحيه هي بتديك مسار الجلسات الفرعيه المنبثقة عن المحاور الثلاث في المستقبل. طيب ده يخلينا بقى نسأل حضرتك بشكل يعني أقرب لإيجابيات الجلسة الأولى للحوار الوطني، حتى الآن حضرتك شايف إيه الإيجابيات أو إيه مخرجات هذه الجلسة الأولى؟ مصر وكالك موجودة. اللي هي ألقمت حجرا للذين كانوا بيشككوا واللي دعوا البعض للانسحاب. واللي كانوا بيشككوا إن الحوار لن يكون حرا. أو سوف تفرض على المتحاورين وجهة نظر مسبقة. الجلسة الأولى قالت لأ. ده كلام كان مسكوت عنه وكان يمكن يتقال في مؤتمر في حفل رسمي. اتقال. اللي حاضرين كلهم أكثر يسار وأكثر يمين. ويمين الوسط. كل طوائف الشعب المصري كانت حاضرة. صحيح. بكل يعني مراحلهم العمرية. جيل اللي هو فوق 70 حاضر. اللي فوق الستين حاضر، اللي فوق الخمسين حاضر، لحد جيل الشباب. السيدات والأنسات. فكانت مصر كلها حاضرة. ده يقول لك إن الرد العملي على هؤلاء الذين كانوا بيزايدوا على الحوار لن يؤتي ثماره، وأن الحوار ديت محاولة بس لتجميل وجه الحكم. الجلسة الافتتاحية قالت لهم لأ، الحوار حقيقي. والحوار فيه دعوته مخلصة بإن إحنا نحاول يعني نمكن الوطن من التغلب على تحدياته. عظيم جدا. ونمكن الوطن من الشعب من التغلب على مشكلاته من خلال حلول سياسيه علميه. لان احنا شوف يا حضرتك يعني انا راجل بشاف عامل سياسي بقى لي حوالي 47 سنه. كنت بعمل ايه؟ واقف في المؤتمرات العامه اخطب عشان اتسقف. الحوار مش بيبقى كده. حتى الحوارات السابقه كانت كده. هذا الحوار ده هو تشابك بين رؤى مدروسه دراسه جيده وبالتالي يبقى الصوت هادي رزين رصين بحاولة ان اقنع بوجهه نظري او الاخرين يقنعوني بوجهه نظرهم ونتوافق على وجهه نظر. مش التاثير هي الاصلح للبلد. مش التاثير زي ما حضرتك كنت بتقول كده بقوه الكلمه زي زمان، لا، المهم ان احنا نتفاهم مع بعض. طيب كان دايما في اهتمام من الدوله بالمحور الاقتصادي سواء في مؤتمرات خاصه بالاقتصاد او الاهتمام برجال الاعمال بالصناعه، كان ده اهتمام وده اهتمام معروف، لكن بدانا نشوف اهتمام بالنواحي السياسيه في البلد والاهم كمان النواحي الاجتماعيه لان لها تاثير كبير جدا في مختلف جوانب الحياه. احنا شفنا من المقترحات ما يزيد عن 34% من المقترحات اللي تم تقديمها في الجانب المجتمعي، اهميه الاهتمام بهذا الجانب. لا انت عارف المحور الاجتماعي يعني المحورين الاخرين بيأثروا في الشعب. لما المحور الاجتماعي هو الاكثر تاثيرا في الشعب. يعني لما نتكلم عن المدرسه المصريه وكيف نستعيد دورها ده الشعب كله بيعاني منها. لما نتكلم عن الصحه وكيف نستعيد دور المستشفى العلاجي واللي داخل فيها يكون يعني اللي خارج منها مولود ده بيعاني منها الشعب. لما نتكلم عن دور مراكز الشباب وكسور الثقافه ده الشعب اللي بيرتدها. وبالتالي المحور الاجتماعي هو الاكثر التصاقا بمطالب الشعب وبحياه الناس. لذلك كانت هو انقسم الى 6 لجان وبدايه نمره 1 فيها مدرسه التعليم والتعليم الفني والمدرسه المصريه، ومن التعليم والتعليم الفني حوالي 8 عناصر بتتكلم في التفصيلات. يعني انت يعني هو الناس سهروا على ان هم حتى التفصيلات يحطوها في عناصر كل لجنه فرعيه علشان نقدر نجاوب عليها. وانتهاء بالشباب، يعني تلاقي لجنه الشباب هي رقم 6 في محور الاجتماع. ما بين المدرسه المصريه النشء الجديد اللي لسه ده طالع والشباب اللي هم عماد الامه. فتلاقي ان في هذا التنوع مطلوب، وخاصه ان زي ما الرئيس قال لك افتحوا المشاكل، يعني مش هيبقى في حلول غير نمطيه، حلول خارج الصندوق، الناس تتكلم بصراحه، وخاصه ان الرئيس وعد انه يحضر الجلسات الختاميه لهذا الحوار. وبالتالي ان انا مفيش يعني مفيش حجه قدامنا. ان احنا علينا احنا رؤانا ديت يعني نجاهد من اجل ان احنا نقنع بها الاخرين، انا والاخرين، ونتوافق عليها ونرفعها، ولعل وعسى ان هذه الرؤى تجد طريقها للتنفيذ، ونكون احنا عندنا اساسا مؤشر لانها تنفذ. لان حضرتك ان في معظم الاحزاب المصريه وانا منهم، انت عارف الدستور يناير 14 جعل الاشراف القضائي على الانتخابات لمده 10 سنوات.
14 يعني انتهى 24. احنا تغلبنا، احنا عندنا طبعا يعني انحياز واحترام شديد للكره المصري، يعني بعتبر ان احد العلامات الكبيره على نزاهه الانتخابات هو نشف عليها القضاء المصري. احنا قدمنا واخرين قدموا ان احنا عايزين نمد الاشراف كده على الانتخابات، لانه الدستور اتاح، الدستور اجاز للهيئه الوطنيه للانتخابات انها تستعين بمن تراه، يعني ممكن تستعين بقضاء، انما في خلال 10 سنوات لابد يكون قضاء، بعد 10 سنوات هي حره. فاحنا طلبنا من الرئيس، طلبنا احنا نعمل تعديل تشريعي على قانون الهيئه الوطنيه للانتخابات بحيث ان احنا نمد الاشراف على القضاء. مجلس الامناء بقياده المستشار الدكتور رشوان رفع المطلب ده للرئيس، الرئيس بالليل في صفحته وافق عليه، تاني يوم حوله للحكومه عشان ياخد الاجراءات، عشان ياخد اجراءاتها لتعديل التشريع وتقدمه للبرلمان. فده مؤشر على ان ما يرفع من الحوار الوطني سوف يجد طريقه الى التنفيذ. طيب خلينا نستغل وجود حضرتك معانا يا استاذ ناجي كرئيس لحزب الجيل. حضرتك ذكرت انك في برنامج جديد تمادى واللاب، لو هنتكلم عن حزب الجيل تحديدا من خلال الاطروحات اللي قدمت في الحوار الوطني. خلينا نسال حضرتك من خلال حزب الجيل، حضرتك قلت ان في 113 قضيه تم تقديمها من خلالكم او تم طرحها من خلالكم. لو هنتكلم عن المحور المجتمعي تحديدا، اهم هذه القضايا اللي يعني قدمتوها كانت ايه، او اللي كنتوا مهتمين بمناقشتها كانت ايه؟ هو استعاده دور المدرسه المصريه افندم، استعاده دور المدرسه المصريه واستعاده دور المستشفى في علاج الناس، ودات نقطتين الاسره المصريه بتنفق عليهم انفاق كبير. فلما نقول المدرسه المصريه نستعيدها، نستعيد دورها ونستعيد دور المدرس صاحب الرساله. ايه مثلا ممكن نقدمه في المجال ده؟ لا في كتير، أنا زي أنا يعني على سبيل المثال انا عندي حلول غير تقليديه. انا مثلا اهم ما تعاني منه المدرسه المصريه هو ارتفاع الكثافه، ارتفاع كثافه الفصول. ممكن الفصل يصل ل 80 طالب و 90 طالب. تمام، حل الحل بتاعكم عباره عن وبلا وبلا تكلفه ماليه. الحل بتاعي، انا كنت عضو مجلس اعلى للتعليم سنه 86. تمام، يعني عندك خبره في المجال. وكنت مدير عام مدارس القوميه في العجوزه لمده 6 سنوات، ومدير عام المعاهد القوميه، وطبقت الكلام ده عندي في مدارسي اسمه طوطوش. دي مدارس كانت اجنبيه، والرئيس عبد الناصر مصرها سنه 56 وبعبقريته عمل لها نظام تعاوني، ديرها نظام تعاوني، جمعيه تعاونيه لكل مدرسه خاصه، وجمعهم كلهم في جمعيه تعاونيه عامه تعليميه عامه. انا عملت، انا كنت بدخل الحصه عندي 7 صباحا. الطابور 7 ل 5. الحصه الساعه 8. بس بديها 6 ساعات. ما اليوم الدراسي الكامل في كل العالم في اكثر المدارس واكثر البلاد ده قدمت 6 ساعات. من 8:30 ل 2:30. طب انا لما ابدا المدرسه 7 صباحا هتخرج الست ساعات يبقوا كام؟ واحدة؟ واحدة. طبعا المدرسة الثانية الساعة 2. الساعة 8. فترتين يعني؟ لا مش فترتين، مدرستين. أصل فترتين دي احنا كانت لها يعني لها تجربة مرة عندنا. إن احنا عملناها أيام أيام التهجير، وكانت المدرسة فيها ساعتين أو ساعتين ونص مدة الدراسة. لا دي لا، أنا مدرسة كاملة. وكانتون مدرستين مختلفتين، ممكن يكون المدرسة الأولى الصباحية ابتدائي والمسائية إعدادي. بنظام تدريس مختلف. ديت انا اخذتها انها تبدا يوم كامل. يعني انا المدرسه المصريه بتبدا 8:30 تنتهي 2:30، 6 ساعات. طب 2:30 عامله ايه؟ مقفوله والباب واللي قاعد عليها. وهو الان بلد بتعاني مشاكل ماليه ضخمه، انا في رفاهيه تفتح مدرسه، نقفل مدرستي 2:30 لتاني يوم 7 الصبح. بس المدرسين، طب العماله يعني، انا ما يبقى في عندي فرصه بقى ان اعين مليون عامل، مليون مدرس. دي فرصه انا عندي بطاله، انا عندي بطاله في خريج كليه التربيه، عندي بطاله في خريج كليه الاداب، عندي بطاله في خريج كليه العلوم، وديت الكليات المؤهله للتدريس. طب ما انا عين من عين من مليون واحد. ووفرت انشاءات كمان، يعني وفرت انشاءات. وممكن نقلل الكثافه بقى الى 40 طالب مش 80. بس ده يتطلب بقى ايه؟ ان انا انتخب مدير المدرسه انتخاب جيد، اختاره اختيار جيد. المدرسه اداره، يعني مطلوب حاجه، ومطلوب ان انا يبقى عندي المدرسه يتم ادارتها بشكل جيد، يبقى في نظام رقابي جيد، بحيث ان المدرسه تشعر ولي الامر وتشعر الطالب انها جديده. طب وحتى النظام الرقابي ده يا فندم محتاج برضو اليه، يعني اللي هو ايه؟ فكره النظام الرقابي ده لازم يكون ليه اليه موحده. هو موجود بس مش مفعل. يعني نظام المفتش ده
احنا انت يمكن كلنا شفناه اللي هو اصبح موجه بعد ذلك موجود بس بس عايز يفعل. انما ده احنا بقى محتاج ايه تاني؟ محتاج ان المدرسه تبقى جاذبه للطلاب. يعني انا محتاج المدرسه ما تبقاش طارده للطلاب. الطالب يقوم من النوم وهو اللي بيلح على ولي امره يجي المدرسه. ازاي؟ لما امكنه من يمارس كل الانشطه بتاعته في المدرسه وكانها نادي. يوم امكنه يوم اجي على المدرسه تكتشف قدراته المختلفه كمان في ودي دور المدرسه تكتشف مكونات الطالب. وده سهل مش صعب. انا عندنا مدرسين تربيه فنيه ومدرسين التربيه الاجتماعيه ومدرسين التربيه الرياضيه كلهم مؤهلين للقيام بهذا الدور. بس انا محتاج ان يبقى لهم حصص. ما اهتمش بالمنهج بالماده العلميه. انا ما يهمنيش الماده العلميه. ما يهمنيش المنهج ولا تطويره. انا يهمني ان اخلق الطالب واكون شخصيه الطالب. صحيح. واجعل الطالب اشوف ميوله. نعم؟ اشوف ميوله. واشوف ميوله واكتشف الطالب بميله ايه. وبعد ذلك اقل منهج انا محتاجه. ما احنا حاليا ممكن واحد يقعد في التعليم 20 سنه ويتخرج من الكليه ويجي ويشتغل شغله ثانيه. صحيح. مش كده؟ وكتير مننا فانا ما يهمنيش المنهج، المنهج اللي يجعلني اقدر اخلق شخصيه الطالب واعرفه على مكامن قوته وايه ده كويس قوي. وفي نفس الوقت هذا المنهج يكون منهج بيئي. يعني المنهج عايز يبقى متغيره. يعني المنهج التعليم في الصعيد خلاف منهج التعليم في بحري. منهج التعليم في سيناء خلاف منهج التعليم في مدن القناه. مناهج مختلفه. وده هيجعل فيه حيويه. ودي مش عايز انفاق كتير. ايه تقول لي انت هتوفر ميزانيه ازاي للمليون المعلم؟ طب ما انا وفرت لك الفصول بتاعت تدريس بناء الفصول الجديده. بس في نهايه ايه؟ بس انت بشرط بقى ايه؟ بتحط شعار كبير التعليم مشروع مصري القومي الاكبر. عشان اوفر له. ده كلام جميل جدا. وعايز اقول لحضرتك ان دي حاجه تخلي الناس اللي بتشوفنا وبتتابعنا دلوقتي تثق اكتر في الحوار الوطني، تثق اكتر في اللي جاي. لانه لما الحوار الوطني يطرح مثلا مشكله زي مشكله كثافه الفصول على سبيل المثال، دي مشكله بسيطه من ضمن مشاكل كتيره. نعم. جدا. بس احنا بنتكلم دلوقتي عن تحقيق العداله الاجتماعيه ففي التعليم وفي الصحه وفي خلافه، دي حاجه مهمه جدا. احنا دلوقتي بنقول ان احنا مش هيبقى في كثافه فصول، وده دايما على فكره الناس كلها بتطالب بيه. يعني دي حاجه كلنا بنطالب بيها اصلا، ما يكونش في الكثافه الزايده في الفصول. فالحل بسيط جدا، لكنه كان محتاج اعاده تفكير في وبسيدي. بس الحل متكامل. متكامل. انا ايه؟ انا مش عايز طالب لحد ثالثه اعدادي ياخد واجب، حل واجب في المدرسه. يطلع يمارس شغله في البيت. ده من عند دروس خصوصيه. فسيد المدرس مع ادي المعلم مرتب كافي. ده لما يتنفذ فعلا يا استاذ ناجي، دي حاجه هتفرح الناس قوي. انا ارجو هذا يعني. ده احنا مع وعد من الرئيس ان هو هيحضر الجلسات الختاميه. وانه هو يعني هينظر في كل ما يرفع اليه، اذا كانت محتاجه قرارات تنفيذيه او تعديلات تشريعيه يعملها. بيدينا الامل في ان احنا ممكن نعمل بقى مش يعني ل 20 30، ده احنا ممكن نعمل رؤيه مصر 2050. صحيح. ودي بقى نوع من الاستراتيجيه لمصر الجديده، للجمهوريه الجديده. وده انا بتكلم باخلاص، انا مش عايز حاجه من الدنيا يعني. انا خلاص احنا رحلين يعني. ربنا يديك الصحه. ربنا يخليك. انما دي حقيقه احنا انت محتاجين، دي اول مره مصر كلها تجتمع على قلب رجل واحد من اجل رسم خارطه طريق لها. هذا المؤتمر بكل تجهيزاته الفنيه بالمجهود اللي بذل فيه هو خريطه طريق جديده للجمهوريه الجديده. لسه ده كمان هيبان على مدار الايام اللي جايه. طب ده بالنسبه للمحور المتعلق بالتعليم، حضرتك برضو كان ليك اطروحه اخرى ليها علاقه بالصحه. طبعا. يعني انت عارف المستشفيات العامه دلوقتي حالا حدث ولا حرج، احنا عايزين نستعيدها. صح. أول مد مصدر التامين الصحي الى كل البلاد. مصدر التامين الصحي حاليا موجوده في مدن القناه وتحديدا في بورسعيد. احنا عايزين نمدها لكل انحاء الجمهوريه، وبعدين نطبق بقى النص الدستوري اللي بيقول لك ان التعليم والبحث العلمي له نسبه من الدخل القومي 4%، الصحه 3%، التعليم الجامعي 2%. نطبق هذه النسب الدستوريه وتطبيقها، يبقى عندي هذه الموارد. لان طبعا مدمن احكام الرقابه على المستشفيات الخاصه. المستشفيات الخاصه اصبحت مصاريفها اعلى من الفندقه، فمحتاجين ان الدوله تراقب. وده مش ده ما بنعتبروش نوع من التدخل في الـ في الـ في السياسه الاقتصاديه، لان التعليم والصحه لا يمكن الدوله تسيبهم ولا طبعًا. اي حد في العالم تسيبهم. لذلك برضو المدارس الخاصه مطلوب من الدوله تحكم الرقابه عليها، المستشفيات الخاصه
مطلوب من النقابه تحكم عليها. وانا مش عايزه الناس ديت اخسرهم، لان احنا محتاج الاستثمار في التعليم والاستثمار في الصحه، ولكن من خلال دراسه جيده لكل مستشفى وتديها نسبه هامش 30-40% وتحدد السعر. طبعا. طيب لسه كلامنا مستمر طبعا عن تحقيق العداله الاجتماعيه، واللي بيشمل على مجموعه كبيره من المحاور، سياسه العمل، الاجور، الضرائب، سياسه الاسكان، كل هذه مشاكل اعتقد ان هي مطروحه على طاوله الحوار، مطروحه بتفصيلاتها، بتفصيلاتها كمان، بتفصيلاتها يعني بجانب هذا الكلام احنا بنتكلم فيه، وبنطالب طبعا ان الاجور تصل الى قرناتها في العالم، الى مثيلات العالميه، لان احنا عندنا كل اسعارنا حاليا اسعار عالميه، فعايزين الاجور كمان تبقى عالميه، بس دي هتطلب الاول بعد ما ناخد نفسنا. ودي هتدخلك في المحور الاقتصادي من الناحيه الثانيه، لان انت محتاج استثمارات، فبالتالي يكون في فرص عمل، فبالتالي يكون في انتاج، وده مش هيجي اللي احنا حددنا الاولويات، اكتفاء ذاتي ونرشد الاستيراد الى اقصى درجه، بنكتفي من الاستيراد، يعني نستنى على الاستيراد. ده محتاج، لانك انت لما توطن الصناعه، لما تخلي القاعده الصناعيه في مصر قائمه على المشروعات الصغيره والمتوسطه، لما استعيد تجربه ثلاث حرب ثاني. انت عارف ثلاث حرب عمل ايه؟ هذا الراجل العبقري اللي كان عنده في سنه 20 عمل بنك مصر 80,000 جنيه، ومن خلال بنك مصر انشا كل المشروعات اللي حملت اسم مصر. وكان ده مدخل استقرار مصر الاقتصادي عن بريطانيا. وهذه المشروعات كلها اللي كانت بتعمل اسم مصر هي اللي قايمها عبد الناصر في 61 وجعلها وعمل منها القطاع العام. وكان هذه المشروعات بيعملها تحت حرب، وبعد ما اسسها من خلال البنك بينزلها في البورصه اسهم للناس. وكان الناس وكان المصريين من خلال مدخراتهم بنوا الشركه، ومن خلال شرائهم للاسهم دعموها. احنا محتاج اعمل الكلام ده. انا مش محتاج اخلي البنك دوره مرابي، انا بخلي البنك هو قائد التنميه. هي دائره متصله يا فندم، المحور المجتمعي لا ينفصل عن الاقتصادي او السياسي، هي دائره متصله. في الاخر المصلحه الاولى والاخيره هي المواطن المصري، جوده حياه المواطن المصري، حياه كريمه للمواطن المصري، هو ده يمكن المعني بيه بشكل عام. هنقول استراتيجيه المصريه بشكل عام، زي ما كان بيتكلم دايما سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي انه الهم الاوحد هو المواطن المصري، وده اللي بيعمل عليه ايضا الحوار الوطني. بشكر حضرتك جزيل الشكر طبعا الاستاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، نورتنا يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا جزيلا لك.